السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو غنقدم لكم واحد الاكله لذيذه بزاف بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها. اكله امازيغيه او سوسيه 100% اللي هو بركوكس او لا بركوكش، يعني كل واحد حنا كنطقوها بالسين ماشي بالشين، كاليتي نطقها بالشين يعني بركوكش. يعني واحد الاكله اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف، كنديروها بزاف في المناسبات او لا ملي كيكونوا هكا الناس مجموعين عندنا ولا الضياف ولا هذا، كنديروا يعني حيت كتكون واحد الاكله اللي لذيذه بزاف انك تقدميها للناس. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالها، انا ديجا راني خديته كما كتشوفوا معايا، هانتوما راه تكونوا الحبيبات ديالو شويه هكا كبار. هذا بالكوكس هذا ديال القمح اللي غادي ندير انايا، وكاين حتى ديال الشعير يعني على حسب. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالو حتى كيولي بحال هكا، دابا نديرها معكم مازال في القناه. انا هذا شريته ديجا مصايب، يعني كيحتاج دابا هو غير يتفور صافي، يعني ما غاديش نصايب مازال فيه حتى شي حاجه، هو ديجا مصايب. ومازال ان شاء الله ندير لكم فيديو كيفاش تصايبوه في الدار. المهم كنحتاج هنايا واحد الكميه ديال تقريبا عندي هنا كيلو ديال بركوكس، وكنحتاج الماء اللي غادي نخلط به بركوكس ديالي يعني باش نديرو يتفور. الماء تقريبا هاد الكاس اللي كتشوفوه هو اللي باش درت، حاولوا ما امكن ما تكتروش كاع الماء بزاف، بقاو ديروا الماء غير شويه بشويه حتى تحسوا به بانه خدا الماء ديالو. المهم كما كتشوفوا معايا، انا دابا غادي ندير الماء البركوكس ديالي شويه بشويه بحال هكا حتى كندخل ليه داك الكاس. تقريبا هذاك الكاس كامل هو اللي درت. كما كتشوفوا البنات، بعد ما درت الماء البركوكس ديالي يعني حسيت بانه خدا شويه ديال الماء، يعني ما تكتروش بزاف في الاول. دابا غادي نديرو في الكسكاس ديالي وغادي نديرو يفور. بالنسبه للتفوار ما كياخذش الوقت بزاف، غير واحد شويه تشوفوا طلع الدخان في الكسكاس صافي كتحيدوه. وبالنسبه للبنات اللي بغى اللي سولتني على فين كيتباع ولا هذا، راه موجود عند صحاب العطاره او لا تقدروا تلقاو حتى عند بحال مولي الهري، اللي الهريات اللي تيكونوا كبارين بحال هكا تقدروا تلقاو عندهم، حيت هو تيكون كيجيبوه من التعاونيه، كيصايب كياخذوه من تما، يعني كيكون يا اما باكيات يا اما ديال العبار. كما كتشوفوا البنات، بعد ما تفور لي التفويره الاولى وكما قلت لكم غيبان لكم الدخان طالع في الكسكاس، خليوه غير واحد شويه وحيدوه. انا البنات غادي ندير ليه ثاني غير الماء، غادي نزيد ليه غير الماء، انا باقي ما درت لا الملحه لا الزيت لا حتى شي حاجه. غادي ندير ليه ثاني الماء هنا، هاد التفويره الثانيه هذه حاولوا انكم ديروا ليها الماء مزيان، ولكن ما تكتروش الماء، راه غير القياس. تقريبا انا هاد الكاس هذا اللي كندير تقريبا هو اللي كندير كامل، كنزيد عليه غير واحد شويه، يعني داك الكاس كامل وكنزيد عليه واحد شويه. المهم داكشي تيبقى على حسب يديكم، نتوما كتخلطوا بيديكم وكتحسوا به واش فيه الماء ولا لا. كما كتشوفوا البنات، بعد ما تفور لي التفويره الثانيه، انا دابا غادي بقات لي غير تفويره وحده لان ثلاثه ديال التفويرات اللي كندير فيه. هاد المرحله هذه هنا غادي نضيف كذلك عاوتاني الماء، وغادي نزيد غادي ندير الملح وغادي ندير الزيت، يعني هذه هي التفويره الاخرى اللي غادي يتفور
كما قلت لكم غنضيف ليها الملحه والزيت وطبعا الماء. طبعا داك الكاس نيت اللي قلت لكم يعني نفس العبار ديما، هذاك الكاس اللي وريتكم راني كما قلت لكم كنزيد عليه واحد شويه، راه كيبقى داكشي على حسب نتوما كيفاش كتحسوا به، واش خاصو الماء اولا لا. غير هو راه كيبغي شويه الماء لان هذا اللي استعملت انا الحبه ديالو شويه غليظه. انا البنات انا راني درت ليه الماء شويه بزايد لان تفورات الاولين راه ما كثرتش، وكما قلت لكم ديما كديروا الماء غير بالتدريج باش ما يتعجنش لكم، يعني ما تكثروش الماء ويصدق معجن، اللهم تضيفوه شويه بشويه وتتحسوا به انه خدا الماء. هنايا راه غادي نخليه واحد شويه يشرب ليه داك الماء، عاد غادي ندير الزيت. كما كتشوفوا البنات هي التفوره ديالي الاخره ها هي واجده، كما كتشوفوا معايا راه طاب مزيان. طب غادي نقدموه في الطبق النهائي ديالنا، وطبعا غادي نقدموه مع املو. ضروري هاد الاكله هذه كتقدم مع املو والعسل كما كتشوفوا معايا. هنا غادي ندير هاد الزليفه هذه درت فيها املو والعسل، غادي نديرهم الوسط ديال البركوكس ديالي بحال هكا. وها هو الطبق ديالي واجد، نتمنى ان شاء الله ينال اعجاب ديالكم وتجربوه. عرفتوا راه بصراحه نتوما كما كتشوفوا راه بسيط بزاف وسهل، ولكن راه المذاق ديالو واعر واعر بزاف. بغيتكم صراحه تجربوه وتردوا عليا، ولا عجبكم الفيديو كما كنقول لكم ديما البنات خليوا ليا لايك وشاركوا في القناه بالنسبه لي شوف القناه ديالي اول مره، واضغط على زر الجرس باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد كنحطوا لكم. وبالنسبه لهاد املو هذا البنات راني ديجا دايره في القناه، بالنسبه اللي بغات تجربوه راه كيجي زوين بزاف، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وهنا كنقول لكم بسلامة عليكم حتى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد، ونتمنى تجربوا هاد الاكله هذه وتردوا عليا، وبسلامة عليكم.